وأذهب مباشرة إلى المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي تيسير محسن. سيد تيسير، مرحبا بك معنا. يعني الحديث طويل عمليا عما يجري حقيقة. هل هناك أي معلومات ربما مستجدة أو إضافية تتعلق باقتحام مستشفى الشفاء؟ تحياتي لكم جميعا. في الحقيقة نحن لا نستبعد أي شيء. أنا الآن متواجد في المستشفى المعمداني، بعيد نسبيا عن مستشفى الشفاء. لا يوجد هناك أي نوع من الاتصالات بيننا وبين الإخوة القائمين على المستشفى من أطباء وإدارة عامة، لكن حتى قبل ساعات قليلة كان هناك مؤشرات واضحة على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمهد بدخول المشفى. من ساعة تقريبا أو أكثر قليلا كان هناك نوع من التصعيد العنيف في استخدام قذائف الدبابات والقنابل المجنحة من الطائرات الإسرائيلية، يرافقها كثافة كبيرة في وجود طائرات الاستطلاع التي تسمى الزمانة في سماء المنطقة والمحيط، محيط مستشفى الشفاء وما جاوره بالكامل. أنا من ساعة تقريبا وأنا أحاول الاتصال ببعض الأطباء هناك، لكن الحقيقة لا يوجد تأكيد معلومات، لكن الأجواء توحي بأن هناك حدث ما يجري على الأرض. وأقرب تفسير لهذا الذي يجري الآن في سماء وفي قلب مدينة غزة هو أن يكون مستشفى الشفاء قد أصبح داخله جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأنه بات يسيطر عليه بعد أن قام بإحكام تطبيقه من كل الجهات الخارجية، وهو لا يبعد إلا أمتار قليلة طبعا عن البوابات الرئيسية مجمع الشفاء الطبي. الآن السؤال ليس هل دخل أم لا يدخل، هذا الأمر سهل عليه أن يدخل، لأن الاحتلال الإسرائيلي جملة الانتهاكات التي اقترفها طوال الأربعين يوما الفائتة لا ينقصه شيء في أن يضيف عليها رقما جديدا في انتهاك اقتحام مشفى يحرم القانون الدولي على أي دولة أن تقتحم مثل هذه المؤسسات على اعتبار أنها مؤسسات إنسانية وتقدم خدمات إنسانية للمرضى والمصابين. وقد يعني عملنا أكثر من فيديو للواقع المأساوي الذي تعيشه مستشفى الشفاء، سواء كان من ناحية وجود المرضى على أسرة العناية أو غيره من الأطفال أو حتى النازحين المتواجدين في البنايات المختلفة الذين مقدر عددهم حوالي 10,000 نازح. كل هذا الكم من الناس هم الآن معرضون لأبشع أنواع الانتهاك والقتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن أشياء أخرى لا ندري ما الذي سيفعله الاحتلال الإسرائيلي إذا دخل مشفى الشفاء، وما الذي يمكن أن يبحث عنه في داخل مشفى يقدم خدمات إنسانية لمرضى بالآلاف ويعالج هذا الكم الكبير من الناس. ولجأ إليه هذا الكم الكبير من المواطنين الذين تعثرت بهم السبل وقصفت منازلهم ولم يجدوا ملجأ أن يرجعون إليه إلا مجمع الشفاء الطبي. نحن في المستشفى المعمداني يعني نتوقع في أي لحظة أن حتى أن تتقدم الآليات باتجاه قلب غزة، وهي ما يطلق عليه ساحة غزة ميدان فلسطين الذي يتواجد فيه المستشفى المعمداني. وأنت تعلم أن المستشفى المعمداني هو المستشفى الوحيد، أنت تسمع معي القصف الآن، وهو قريب جدا من المشفى المعمداني، ويبدو أن الآليات العسكرية تتحرك على اعتبار أنه يعني نحن لدينا أصبح خبرة عسكرية في هذا الجانب نسبيا، بأن في ظل اشتداد القصف من الآليات يعني ذلك أن هناك تحركا لهذه الآليات وتريد أن تؤمن محيطها عبر القصف العشوائي لأي مهددات يمكن أن تكون قد تواجدت في محيطها لاستهدافها. هذا هو الواقع تقريبا الآن، ونحن نحاول أن نستجل الأمر أكثر وإن شاء الله نصل إلى
طريقة نتواصل بها مع السادة الأطباء والمشرفين على مستشفى الشفاء لنتأكد بدقة هل الجنود الاحتلال الإسرائيلي قد دخلوا المشفى وما الذي يفعلونه الآن. أشكرك جزيلا.